أهلا بيكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم عبر الكتاب. النهاردة حلقة خاصة، حلقة هنرنم فيها وهنسبح فيها، وبرحب أيضا بمداخلاتكم وبتليفوناتكم وبشاركاتكم بأي سؤال في التسبيح النهاردة وفي موضوعنا اللي هنعلن عنه بعد دقائق بسيطة خالص. يمكن تستغرب النهاردة احنا بنرنم مش بنتكلم، لكن الرب ليه توقيتات بيقصد فيها دايما بأنه يتكلم فيها بطريقة تانية من خلال التسبيح ومن خلال الترنيم ومن خلال ذبيحة الحمد. بذكركم أحبائنا أنه الأسيس أشرف عزمي النهاردة بيعتذر عن حضوره معانا، وهو في خدمة في مكان آخر، نصلي من أجله ونرفعه في صلواتنا أن الرب يباركه أينما وجد. بشارككم موضوع الساعة وموضوع اللي كل العالم بصدد أنه بيصلي من أجله، طبعاً المؤمنين أقصد، وكل أولاد الرب اللي في كل مكان رافعين في صلواتهم، كل شعب فلوريدا، وكل ما يحدث الآن واليومين الماضيين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. بس بنشكر ربنا لأنه عكس المتوقع، عكس العلم، عكس الأرصاد، عكس العلماء، عكس ما كانوا يتوقعون حصل، والرب عدى الموجة بسلام، والرب رفع إيده في المشهد، والرب اتدخل في الأمر وغير كل توقعات العلماء وكل توقعات الخبراء. هو ده إلهنا اللي النهاردة حابب إنك ترنم وتشكر وتسبح إلهنا، علشان الموضوع مش بس أعاصير وعواصف جت على ولاية بشكل مادي ودخلت المية غرقت البلاد، لكن كل واحد في كل مكان عنده المشاكل الخاصة بيه، عنده الأمواج العاتية اللي بتحاربه، عنده الأعاصير الخاصة بيه، عنده داخلياً عواصف هيجة في حياته. حابب النهاردة أطمنك، مش أنا، كلمة ربنا، الترنيم والتسبيح النهاردة اللي هنعلن بيه عن مدى مجد ومدى محبة ربنا لكل ولاد. بس هو طالب مننا إيه؟ طالب مننا هدوء، طالب مننا أن نهدأ، أن لا ننزعج، أن لا نخاف، أن لا نضطرب، لأنه في السفينة. حابب أبدأ بكلمات كلنا عارفينها ومعجزة مشهورة، لكن حابب أقرأ بعض الآيات من المعجزة اللي تمت في الثلاث أناجيل، في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا. هقرأها من إنجيل متى الأصحاح الثامن من عدد 23، لو حابب تفتح معايا وتتمتع بكلمات الممتعة اللي الرب دايما بيفيض من خلالها في قلوبنا، كل مرة بنقرب منها بماء حي يروي قلوبنا ويدينا إيمان وثقة فيه. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 23 في الأصحاح الثامن من إنجيل متى: ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانطهر الريح والبحر. ثم قام وانطهر الريح والبحر. والآية النهاردة اللي عنوان حلقتنا: فصار هدوء عظيم. فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ هنشوف بعد ما نرنم دلوقتي ونسبح الرب بترنيمة أو ترنيمتين ورا بعض، هنشوف مين هو ده. اتكلم عنه داود وشاور عليه وأعلن عن مجده. فتعجب الناس قائلين: أي إنسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. هو ده إلهنا اللي احنا بنثق فيه، اللي احنا بنعبده، اللي احنا ماشيين وراه مش بجهل، ماشيين وراه بعلم، عندنا خبرات معاه، عندنا اختبارات معاه، عندنا مواقف كتير في الكلمة وخارج الكلمة مع أشخاص معاصرين معانا في هذه الحياة. ناس كتير تقول زمن المعجزات انتهى، ناس كتير تقول كانت زمان أيام الأنبياء وأيام المعجزات بتتم بطرق مختلفة، بس انت فتح عينك، بس انت ركز مع أمور الله في كل مكان. هل الله فعلا بيتكلم بأمور وبطرق مختلفة؟ فعلا بيتكلم. الرب مش بس عمل معجزة مع أهل فلوريدا، الرب عمل معجزة خاصة مع أهل فلوريدا وإعلان عام للعالم كله عن قدرته، عن أنه هو الإله القدير اللي فوق الحكماء، هو حكيم،
فوق العلماء هو يعلم، لأنه خالق كل المسكونة. تعالوا نمجد الرب بالكلمات دي ونسبحه ونشكره ونقول له مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، ده عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله، يا عجيب يا ابن الله. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، شكرا ليك، رافعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله، يا عجيب يا ابن الله. وحدك صانع عجائب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. وحدك صانع عجائب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات. تفتح عينين الأعمى وتقوم من الأموات، وتهدي البحر بكلمة يا عجيب. مجداً ليك، مجداً لاسمك يا عجيب، شكراً ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب يا عجيب يا ابن الله، يا عجيب يا ابن الله. اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفيه، كل ما انت ماسك في الديك. اطمن اطمن، عنده للموت مخارج، ما هو هو الاسد الخارج، غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن اطمن، خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفيه، كل ما انت ماسك في ايديك. اطمن اطمن، عنده للموت مخارج، ما هو هو الاسد الخارج، غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن، عالموج العالي بيمشي، وكمان المرضى بيشفي، يشفي والنعمة يكفي، ويسدد الاحتياجات، في البحر يشق طريق، يتمجد وسط الضيق، مهما الاحوال بتضيق، يجي ويصنع قوات. عالموج العالي بيمشي، وكمان المرضى بيشفي، يدي وبالنعمة يكفي، ويسدد الاحتياجات، في البحر يشق طريق، يتمجد وسط الضيق، مهما الأحوال بتضيق، يجي ويصنع قوات. اطمن خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفيه، طول ما انت ماسك في الضيق. اطمن اطمن، عنده للموت مخارج، ما هو هو الأسد الخارج، غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن، خايف ليه، ده ناقش اسمك على كفيه، طول ما انت ماسك في ايديه. اطمن اطمن، عنده للموت مخارج، ما هو هو الاسد الخارج، ده غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن، ضابط كل الاكوان، وبروحه بكل مكان، وبيدي سلام وأمان للي بيتعلق بيه، في الرحمة ملهش مثيل، وفداءه ده هو دليل، عن حبه لكل ذليل، غالي ومحبوب في عينيه، ضابط كل الأكوان، وبروحه بكل مكان، وبيدي سلام وأمان للي بيتعلق بيه، في الرحمة
ملوهش مثيل وفداؤه ده هو دليل عن حبه الكل زليل غالي ومحبوب فعنيه اطمن خايف ليه ده ناقش اسمك على كفيه طول ما انت ماسك في ايديه اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو الاسد الخارج ده غالب وهيفضل غالب اطمن اطمن في الحرب يحارب عنا لما بنصرخ له عنا طول عمره قريب منا ولا يعرف مستحيلات ابليس قدامه مرعوب وباسم يسوع مغلوب واحنا بدم المصلوب مضمون لينا انتصارات في الحرب يحارب عنا لما بنصرخ له عنا طول عمره قريب منا ولا يعرف مستحيلات ابليس قدامه مرعوب وباسم يسوع مغلوب واحنا بدم المصلوب مضمون لينا انتصارات اطمن خايف ليه ده ناقش اسمك على كفين طول ما انت ماسك في الدين اطمن اطمن عنده للموت مخارج ما هو هو الاسد الخارج ده غالب وهيفضل غالب اطمن 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 هاليلويا اطمن هو اللي بيقول اطمن هو اللي بيرسل الرساله اللي بيتخلي القلب يعيش في سلام ويطمن هو اللي قال كده ها انا معكم كل الايام كل الايام بكل ما فيها بكل ما تحمله الايام ناس كتير تقول الايام كانت مخبيه لنا ايه هو ايه اللي مستخبينا في الايام لكن اللي تقابل معاه وعرفه وسكن في قلبه سلامه وسكن في قلبه الطمأنينة وسكن في قلبه الروح القدس ما يقولش الأيام مستخبيلنا فيها إيه ويا ترى بكرة في إيه ولو بكرة جه شر هعمل إيه وعايش مرعوب من بكرة لكن اللي سكن في قلبه المسيح بكل ما فيه من رجاء وبكل ما فيه من طمأنينة وبكل ما فيه من محبة يطرح الخوف إلى خارج زي ما بيقول في رسالة يوحنا المحبة الكاملة صلي النهاردة أن تكون محبتك كاملة صلي النهاردة أن تكون محبة المسيح بتنسكب في قلبك وتتمتع بكل ما فيها من غنى وبكل ما فيها من طمأنينة المحبة اللي يقول عنها بولس الفائقة المعرفة هي دي اللي بتضمن لنا السلام وهي دي اللي بتضمن لنا الأمان الله بيتكلم في هذه الأيام مش بس في فلوريدا مش بس في تكساس مش بس في المناطق اللي فيها مشاكل في العالم ملحوظة والإعلام بيبرزها لكن في كل مكان الله بيتكلم في كل مكان الله ليه رسالة واضحة من خلالها بيرسل رسالة لكل بعيد أن يقترب لكل واحد ظن أنه الرب في السماء وإحنا في الأرض خلينا نعيش يومنا لكن كل اللي بيحصل بيكلمك كل اللي بيحصل بيقول لك تعالى في قوم اتكلم عنهم الكتاب انهم اسمهم قوم التباطؤ هم مفكرين ان هو يعني ما جاي على مهله يعني لسه قدامه والدنيا ماشيه بقالها الاف السنين وخلينا نعيش يومنا وما نخافش من حكايه ربنا جاي وهيقبض علينا فالناس دي ناس ابليس مغيبها عن الواقع عن الحقيقه عن انه هيجي يوم وكل زي ما قال بطرس السماوات تنحل الأرض بعناصرها بكل ما فيها تنحل المصنوعات وتكون لنا سماء جديدة وأرض جديدة الله بيتكلم ليا وليك الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك قله يعطيك قلب حساس أمين الرب يديك قلب حساس يحس بيه ويفهمه ويحس بكل إشارة بيشاور بيها علشان نرجع له الله بيتكلم ليا وليك الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك قل له يعطي قلب
حساس، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوته وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حساس، الله بيتكلم وسط النار بالصمت بيعلم، أو بالصوت بهدير الأمواج العاصف، بصياح الديك وفي بطن الحوت، حتى القبر يخبر لما، حتى القبر يخبر لما يؤمر بحياة من قلب الموت. الله بيتكلم ليا ودي، الله بيتكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حساس، الله بيتكلم ليا ودي، الله بيكلم كل صوت وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حساس، الله يتكلم في ظروفي وفي قلب الحاجة والأعواز، بطرق طبيعية يتكلم وإنشاء يتكلم بالإعجاز والفاهم يبقى الله، الفاهم يلبس يبقى الله، والجاهل يحسبها الغاز. الله بيتكلم فيا ودي، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حس، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حساس، الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع أنوار الأرضية، وارفع عيني عليك واطلع. الله بيقول لكن قلبي محتاج يتعلم كيف يسمع تنطفي أنوار الأرضية، وارفع عيني عليك واطلع، أسمع صوته واشبع منه، أسمع صوته واشبع منه، مجده نوره فيها يسطع. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حساس، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك. قل له يعطي قلب حساس. أمين. الرب يديك قلب حساس، تسمع مش بس من مصدر واحد، زي ما انت فاهم ان ربنا هيكلمني من ترنيمة، في واحد فاهم ان ربنا بيكلمني في وعظ، لكن ممكن يكلمك بأساليب تانية، ممكن يزلزل كيانك برسالة في بلد تانية بتحصل، يزلزل حياتك كلها، ما تنامش الليل من مسج يوصله لك في بلد تانية بتحصل لناس تانية. الجاهل يحسبها انه لا مش ليا، الرسالة مش بتاعتي. اللي بيحصل في امريكا، في تكساس، في
في أي دولة غير أنا أعيش في مصر، ما لا الكلام ده مش ليا، أنا مش أنا المقصود. لا، المقصود كل إنسان يسمع أن يعتبر هذا جرس إنذار لحياته. الرب بيطمننا طبعا، الرب بيشجعنا طبعا، الرب معانا طبعا، الرب في مركبنا، الرب مش نايم كما ظن بطرس، الرب مستيقظ صاحي، عارف إنه هو يقدر يهدي في أي لحظة كل رياح، كل عواصف جاية على حياتنا. الرب في إنجيل لوقا قال لبطرس وقال للتلاميذ كلها، قال لهم أين إيمانكم؟ أين إيمانكم؟ فين إيمانكم؟ معناها وترجمتها أين أنا؟ أين أنا؟ أين إيمانكم؟ هي أين أنا؟ أنا إيمانك، لو أنا مش في قلبك هيزول إيمانك، لو أنا مش في حياتك مفيش إيمان. الخلاص نفسه كان معاهم في المركب، كان معاهم في السفينة، هو نفسه الخلاص، هو نفسه الإيمان، هو نفسه رئيس الإيمان ورئيس الخلاص. كيف أخاف؟ كيف أرتعب؟ كيف أخاف؟ كيف يدخل في قلبي الرعب؟ إزاي ما نمش الليل ومرعوب من بكرة ومن الأخبار اللي بتقول هيحصل هنا مجاعات وهيحصل هنا زلازل وهيحصل هنا أخبار حروب وهيحصل هنا قوم هيقوم على كل ده هيحصل، وكل ده الكتاب قال عنه ولازم يحصل لكي يأتي ابن الإنسان. ده لازم يحصل لأن كلمة الله كلمة صادقة، كلمة صادقة. فهل أنت، هل أنت في قلبك سلام؟ هل أنت في قلبك طمأنينة؟ بدعوك النهاردة مش بس جايين نرنم ونسمع ترانيم، لا، الرب عايز النهاردة يقومك وينهضك ويقول لك استيقظ أيها النائم، قم قوم. مش تقوم من النوم الحرفي، ما أقصدش ده، أقصد استيقظ أيها النائم من نومك في الخطية وفي ضعفك والعالم اللي بلعك. في لحظة واحدة هتسمع خبر هتكتشف وقتها أن أنت في قلبك فراغ، في قلبك مش سلام، في قلبك اضطراب. فاللي عايز النهاردة، اللي عايز النهاردة يكون بيسأل نفسه سؤال بكل أمانة، أنا في قلبي سلام؟ لو النهاردة الرب يسوع جه، النهاردة احنا بنسمع عن خبر في عصير جت على بلد اسمها فلوريدا في أمريكا، ولكن قبلها الخبراء قالوا لهم في كذا هيحصل، فالناس مشيت، ما حصلش أي ضرر لأي حد ولا إنسان ولا حيوان. لكن هل يا ترى، كلام للكل، كلام لي أولا، هل لو فاجئنا كلص في الليل زي ما بيقول في كلمة الله، هيأتي كلص في الليل، أنا مستعد؟ أنا من أي عذارة، من الحاكمات أم من الجاهلات؟ هل في زيت؟ هل في زيت؟ هل في قلبي في زيت؟ هل أنا مستعد؟ هل أنا سهران برنم؟ هل أنا سهران بلهج في كلمة الله؟ هل أنا سهران بتحد وبتغسل بيه وبقرب منه أكتر وبستمتع بيه أكتر وبشرب منه أكتر، ولا بكون مستسلم للحياة ومستسلم للي بيحصل وماشي مع التيار ومع الموجة ومع العالم؟ لو أنا مع التيار والموجة هيجي لحظة واحدة هفوق فيها على خبر يديني منه رسالة، لو ما فهمتش زي ما كنا بنرنم وما استوعبتش بقلب حساس يبقى أنا وداني تقيلة، لسه وداني تقيلة. ما تمناش إن النهاردة يكون في لسه حد في أي مكان في العالم ودانه تقيلة. قوم من نومك وافهم كل اللي بيحصل حواليك القصد منه إيه. كلمات اللي جاية دي بتقول كده، بتقول غني غني كمل ترحالك، وإن طالت قول أعني، هو مكمل مشوارك. غني وكمل ترحالك، وإن طالت قول أعني، وهو مكمل مشوارك. غني وكمل ترحالك، وإن طالت قول أعني، هو مكمل مشوارك. غني غني غني
حالك وانطالت والقعني هو مكمل مشوارك لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بيه وقوم خط البكرة معاك لما تزيد الهموم اتشدد بيقوم خطي بكرة معاك مش دي النهاية غني انت الحكاية غني غني وفرح أنغامك غني 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 وكمل ترحالك وانطالت قول أعني وهو مكمل مشوارك غني 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 وكمل ترحالك وانطالت قول أعني وهو مكمل مشوار اللي شايفه عينيك مش هو كل شيء النور جاي بيناديك ما تخافش معاك صديق يعني مش هو كل شيء النور جاي بيناديك ما بتخافش معك صديق يفتح طريق غني ويعدي بيك غني يفتح طريق غني ويعدي بيك غني غني وغير الحال غني 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 وكمل ترحالك وانطالب قول أعني وهو مكمل غني 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 وكمل ترحالك وانطالت قول أعني وهو مكمل مشوارك ما تصدقش انتصار يمنع فيك الحياة ولا يوم يجي انتصار ما بتصدقهوش ما تصدقش انكسار ما بتسبقهوش ولا يوم يجي انتصار ما بتصدقهوش للانهيار غني جاي النهار غني جاي للانهيار غني جاي النهار غني ارفع نغمة أوطارك غني 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 وكمل ترحالك وانطالت قول أعني وهو مكمل مشوارك غني 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 وكمل ترحالك وانطالت قول أعني
والفجر له معاد مسكون انت الضياء مهما الليل جيب سواد مخزون فيك الرجاء والفجر له معاد مسكون انت الضياء بالكلمة فيك غني بسلام ليك غني بالكلمة فيك غني بسلام ليك غني غلف نغمة إيمان غني 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 وكتر ألحان وانطالت أعني وهو مكمل مشوارك غني 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 وكمل ترحالك وانطالت قول أعني وهو مكمل مشوارك أمين. هو المسؤول انه يكمل المشوار لانه هو الطريق. هو قال هو اللي قال كده انا هو الطريق والحق والحياه عشان كده هو اللي هيمشيك الطريق. ماشي معانا تليفون معانا اتصال تليفوني الاخت فريال اهلا بيكي. الو اختيك اهلا وسهلا تسمعني اختيك؟ أنا سامع حضرتك كويس. أهلا بيكي. أيوة سلام ونعمة المسيح معاك. أهلا بيكي أختي فريال. عن جد أشكر الرب من أعماق قلبي عليك وعلى هذه الترانيم الرائعة وعلى هذا الصوت الرائع. ربنا الرب يباركك ويحافظ عليك دائما تمجد وتسبح إلهنا وربنا ومخلصنا. أمين أمين. أختي تر نشكر إلهنا العظيم اللي يسمع الصلاة ويستجيب. أمين. لأن إلهنا حي له كل المجد. أمين. وهو إله أحياء وليس إله أموات. نعم. أخ بيتر الكتاب المقدس مليء بمواعيد الرب. لا تخف لا ترهب لا ترتعب ولا أروع أروع وعد. هلأ صدفة فتحت الكتاب المقدس وشفتونه هو في سفر إشعياء 43 العدد الأول اللي يقول له الرب له كل المجد لا تخف لأني فديتك. نعم. ودعوتك باسمك فأنت لي. أيوة. فأصبح عندنا يقين وأصبح عندنا سلام وعدم الخوف واطمئنان سلام مع الله سلام مع نفسنا سلام مع الآخرين وأعطانا يقين الخلاص لأن فدانا على الصليب وأعطى ونوال الحياة الأبدية وهذا أروع ضمان. نعم. للإنسان اللي بعد ما يخاف لا من الموت ولا ما بعد الموت. وأنا أشكر ربي وإلهي على هذا الإله العظيم. نعم. وأصلي من أعماق قلبي إنه الرب الإنسان إنه الرب يتمجد في حياة كل الناس والناس اللي بعيدين عن الرب يسوع له كل المجد أن يعرفونه كرب وإله ومخلص وسيد على حياتهم. نعم. حتى ينالون الحياة الأبدية والخلاص. نعم. مثل ما إحنا نلناها وتنعمنا بهذه بالفداء. أشكرك أخ بيتر. شكرا والرب يحافظ عليك وتحياتي للأخ دكتور أشرف. أمين. الرب يباركك. شكرا جزيلا. شكرا لك أختي فريال على مداخلتك وعلى كلمتك المشجعة لينا وللبرنامج. هقرأ فكرتني بمزمور 89. مزمور 89 قصيدة لإيثان الأزراحي بس هقول من عدد 8 كلمات تشجع جدا جدا كل نفس كل نفس في كل مكان. ما ننساش الكلمة أو العبارة اللي قالها التلاميذ والناس لما شافوا قدرة المسيح لما رفع إيده وهدى العواصف قالوا مين ده؟ من هو هذا؟ سؤال مين ده؟
بالرغم من أنهم شافوا معجزات كتير، وبالرغم من أنهم شافوا إقامة ابن أرملة نيين، وشافوا إقامة الأبرص وهو بيشفى، وشافوا الأعمى وهو بيفتح، وشافوا أمور كثيرة جدا. بطرس نفسه كان من ضمن التلاميذ، وحماته نفسها الرب يسوع شفاها من مرضها، وبرغم ذلك ما كانوش عارفينه حتى كمان وهو في السفينة، كانوش واثقين فيه وما كانوش عندهم ثقة فيه. هناخد مداخلة تليفونية قبل ما نكمل. أهلا بيك أخ أبو علي. ألو. أيوة أهلا بيك أخ أبو علي. أنا الصوت مش مسموع عندي كويس، بس إذا سمعني ممكن أكمل، بس أنا سامع حضرتك كويس. طيب اولا مساء الفل. مساء النور، اهلا بيك. وبصراحه لا يعني صوتك ممتاز ممتاز ممتاز، وادائك في الترنيم ممتاز. شكرا وربي يباركك. بس حبيت اتصل بيك للتشجيع. شكرا. ويعني بصراحه يا ريت يكون وقت نسمع اكثر واكثر من هذه الترانيم والصوت الحلو. شكرا. و أحب بس أقول لك إنه إحنا نصلي لك، بصلي لك إن الله يستخدمك أكثر وأكثر. أمين. ومن مجد إلى مجد. أمين أمين. شكرا لك أخ أبو علي، نشكرك لمداخلتك ولصلاتك من أجلنا وصلاتك من أجل عمل ربنا. بيقول كده كاتب مزمور 89: يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب وحقك من حولك. في آية 9 يقول إيه؟ أنت متسلط على كبرياء البحر. أنت متسلط على كبرياء البحر. التلاميذ اللي كانوا مع الرب يسوع في المركب، المفروض إن هم كانوا عندهم العهد القديم وعارفين المزمور وعارفين ده كله، ومعاهم يسوع نفسه، بس ما شافوش ده، اتفاجئوا بيه، ما افتكروش كلام داود لما قال أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت تسكنها. النهاردة الرب مش بس بيسكن أمواج حرفيا في العالم هيجة وبتدخل البيوت وبتدخل البلاد وأعصير حرفيا، لكن كل واحد عنده إعصار خاص في حياته، عنده تحدي خاص في حياته، عنده هجوم محدد من إبليس على حياته، لكن الرب عايز النهاردة يدخل إليك ويدخل في قلبك السكينة ويسكن ويرفع يده ويسكن كل عواصف وكل رياح هايجة عليك. كلمات اللي جاية دي بتقول كده: كل يوم بيعدي عليا بتذكر إحسانك وبقدم لك شكر يا ربي وارتمي في أحضانك، ولا يمكن أبدا تتركني ولا يوم تحجب وجهك عني، لأنك أنت اللي وعدني وده وعدك بيطمن قلبي، مش ممكن تنساني، دي وعودك حفظاني. تعالوا نرنم مع بعض ونذكر إحساناته ومراحمه. كل يوم بيعدي عليا بتذكر إحسانك وبقدم لك شكر يا ربي وارتمي بأحضانك. كل يوم بيعدي عليا بتذكر إحسانك وبقدم لك شكر يا ربي وارتمي بأحضانك. ولا يمكن أبدا تتركني ولا يوم تحجب وجهك عني، ولا يمكن أبدا تتركني ولا يوم تحجب وجهك عني، لأنك انت اللي وعدني
وده وعدك بيطمن قلبي، لأنك انت اللي وعدني. وده وعدك بيطمن قلبي، مش ممكن تنساني. دي وعودك حافظاني، مش ممكن تنساني. دي وعودك حافظاني، كل يوم بيعدي عليا بتذكر إحسانك، وبقدم لك شكر يا ربي وارتمي بأحضانك. كل يوم بيعدي عليا بتذكر إحسانك، وبقدم لك شكر يا ربي وارتمي بأحضانك. ولا يمكن ابدا تتركني، ولا يوم تحجب وجهك عني. ولا يمكن ابدا تتركني، ولا يوم تحجب وجهك عني، لانك انت اللي وعدني. وده وعدك بيطمن قلبي، لانك انت اللي وعدني. مش ممكن تنساني، دي وعودك حفظاني. مش ممكن تنساني، دي وعودك حفظاني. كل يوم بيعدي عليا بشوفك معايا، كل أموري دايما جنبي سندي وعزايا. كل يوم بيعدي عليا بشوفك معايا، كل أموري دايما جنبي سندي وعزايا. ولا يمكن ابدا تتركني، ولا يوم تحجب وجهك عني. ولا يمكن ابدا تتركني، ولا يوم تحجب وجهك عني، لانك انت اللي وعدني. وده وعدك بيطمن قلبي، لانك ده وعدك بيطمن قلبي، مش ممكن تنساني. دي وعودك حافظاني، مش ممكن تنساني. دي وعودك حافظاني، كل يوم بيعدي عليا بيقربني. بيقرب أفراحي الجاية، بيقرب لمجيد. كل يوم بيعدي عليا بيقربني لي. بيقرب أفراحي الجاية، بيقرب لمجيد. ولا يمكن أبدا، ولا يوم تحجب وجهك عني. ولا يمكن أبدا تتركني، ولا يوم تحجب وجهك عني، لأنك انت اللي وعدني. وده وعدك بيطمن قلبي، لأنك انت اللي وعدني. وده وعدك بيطمن، وعودك حافظاني.
أحزان يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا مؤتي الأغاني في ليلي والأحزان يا ضامن سلامي يا يسوع راعي على كفيك يا ريت كل أموري لديك يلي ناقشني على كفيك انت السلام وانا في ألامي انت سلامي وانا في ألامي وانا في الضيق شايفاني صعب هرنم ليك وقت الصعب هرنم ليك فرحي دائم وليه أداري وقت الصعب هرنم ليك فرحي دائم وليه أداري ولا إنسان ولا شيطان ولا إنسان ولا شيطان انت العظيم يا مؤتي الاغاني في ليلي واحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي رفع ايدي بسلم لي دفت عمري دي ملك ايدك رفع ايدي بسلم لي دفت عمري دي ملك ايدك رفع ايدي بسلم لي دفت عمري دي ملك ايدك قالوا الخير وانا عايش ليك يا مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا ضامن سلامي يا يسوع راعي الدمع من الأجفان ويا الصبح جت الألحان بات الدمع من الأجفان ويا الصبح جت الألحان وانتصارات واختبارات وانتصارات واختبارات موكب نصرك لينا كمان يا مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني يا ضامن سلامي يا يسوع راعي يا
مجدا للرب، هو ضامن سلامنا. ناخد مداخلة تليفونية معانا، تليفون اتصال تليفوني. اهلا. سلام الرب يسوع. اهلا وسهلا. سلام الرب يسوع معك. الصوت شوي ضعيف بس معلش، انا بس بدي اهنيك، انا فتحت لك تليفون لانه لاول مره بشوفك بترنم. والصوت جميل، وخاصه هي مش بالاسوار اذا لم تكن تخرج من اعماق القلب. نعم. وبصدق الروح القدس ومحبه الرب يسوع. نعم. لانه مهما كان المرنم صوته جميل، اذا ما كانت الحقيقه تخرج بالروح القدس الصوت ما راح يكون جميل. نعم. ما بعرف اذا بتايدني يا اولاد، بس هاي الحقيقه يا اخي بيتر. طبعًا. اخي بيتر، انا بس كنت بدي اعيدك في نفس الترانيم اللي انت تقولها، واتمنى عندي قصائد كثيره حلوه بالروح القدس، راح اقول لك واحده هلا اذا سمحت لي، راح تكون قصيره جدا. تقول كيف ارى حبك، تقول كيف ارى حبك وانساك، وكيف ارى غفرانك وفداك. حبك يفوق عقلي حتى الإدراك. أمسك بيدي ولا تتركني بالأشواك. الشرير يحاصرني فليس لي سواك. فديتني في بحبك فوجب أن أهواك. وأسفاه لمن لا يرى حبك ولا ينعم برضاك. دعني أشتاق إليك بنفسي حتى أراك. أنا أتمنى إذا كان عندك مجال حتى ترنمها، أنا بعطيك الصلاحية الكاملة يا أخي بيتر. وأنا عندي مثل ما قلت لك ترانيمة كثيرة، وفي عندي واحدة قصيرة جدا كمان إذا سمحت يا أرض. هو الوقت للأسف ضيق، بقوله أنا بعتذر لأن الوقت اللي باقي ضيق جدا، هنرنم فيه. مو مشكلة أبدا أخي بيتر، بشكرك جدا. أنا بشكرك والرب يباركك ويعطيك العافية أخي بيتر. بشكرك جدا على الكلمات الرائعة اللي الرب اديها لك، والرب يديك ويمنحك أكتر وأكتر. شكرا ليك ولأجل مداخلتك. الكلمات اللي جاية دي بتقول كده: بإيديه القوية عدانا من المية، وعناية إلهية وسحابة ومظلة. بإيديه القوية عدانا من المية، وعناية إلهية وسحابة ومظلة. بإيديه القوية عدانا في المية، بإيديه القوية عدانا في المية، وعناية إلهية وسحابة ومظلة. نظر من علا ومد يداه، نظر من علا ومد يداه، أخرجنا الإله أرض العبودية. بإيديه القوية عدانا في المية، بإيديه القوية عدانا من المية، وعناية إلهية وسحابة ومظلة، وعناية إلهية وسحابة ومظلة. برأس ودفوف ما عدنا نخاف، برأس ودفوف ما عاد فينا خوف، ورغم الظروف نهتف للمأسية. بإيديه القوية عدانا في المية، بإيديه القوية عدانا من المية، عناية إلهية وسحابة ومظلة، وعناية إلهية وسحابة ومظلة. برأس وهتاف ما عدنا نخاف، برأس وهتاف ما عدنا نخاف، ورغم الجفاف خلى الصخرة مية. بإيديه القوية عدانا من المية، بإيديه القوية عدانا من المية، وسحابة ومظلة، وعناية إلهية وسحابة ومظلة، وعناية إلهية
وسحابة ومظلة بديه الأمينة يظلل علينا بديه الأمينة يظلل علينا وده ماسك بإيدينا أيامنا اللي جاية وده ماسك بإيدينا أيامنا اللي جاية بإيديه القوية عدانا من المية بإيديه القوية عدانا من المية وعناية إلهية سحابة ومظلة بإيديه القوية عدانا من المية وعناية إلهية وسحابة ومظلة وعناية إلهية والسحابة ومظلة. هو ده إلهنا، هو ده اللي سأل عنه التلاميذ، من هو هذا؟ من هو هذا؟ لكن في النهاية يقول كده فصار هدوء عظيم. وهو ده اللي الرب عايز يعمله في قلبك وفي قلبي وفي قلب كل مضطرب وفي قلب كل حزين وفي قلب كل خائف وفي قلب كل إنسان لسه ما وصلتلوش ولسه ما وصلوش كلام ولسه ما وصلوش رسالة حية تنقل حياته. الحقيقة احنا معانا ترانيم كتير ومعانا تأملات لسه أكتر، لكن الوقت دايما بيكون هو اللي بيحكم سير الموضوع، ووقتنا ضيق جدا وخلص للأسف. لكن حابب أشكر كل حد النهاردة اهتم وقعد شاركنا في الترنيم وقعد إتمالة معانا بتشجيع من كلمات الله من خلال كل ترنيمة شاركنا بيها. ومن أجل كل واحد بنصلي، ومن أجل كل متألم في كل مكان، مش بس في فلوريدا وتكساس وكل البلاد المضطربة، لكن في كل مكان بنصلي من أجل كل واحد الآن بيطلب طلبة وصلاة في كل مكان. بشكركم محبينا ومشاهدينا برنامج عبر الكتاب، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة، لكم مني كل الشكر.